هاي جايز، رح فسلكن بخمس دقايق رولز لعبة فهمت عليك. اسمعوا منيح. فهمت عليك هي اللبنيز فيرجن للعبة كود نيمز. بهيد اللعبة انتو رح تكونوا ممبرز لاتنين سباي نتوركس عم بتجربوا تتواصلوا مع السيكرت ايجنتس تبعكن. اول شي الكود نيم كاردز، هن كروت عليهم كلمات بيمثلوا الكود نيمز تبع السيكرت ايجنتس. في 200 كارد وجه قفاص و 400 كلمة. هون في شي سبيشل لفهمت عليك، كونه اللبناني بيحكي 3 لغات، الكلمات فيه يكون عندهم عدة معاني حسب كيف بتنقرأ وحسب أي لغة، وهيدا الشي بيخلي اللعبة تصير more interesting. مثلا شط باللبناني شط بحر، أو شط عن الموضوع، وبالإنجليزي تشات على واتساب، وبالفرنساوي يعني بسينة. هرم مثلا فيها تكون هرم as in pyramid، أو حرام as in محروم أو محرم. كل ما يلتقى interpretations للكلمات أكتر، كل ما تصير اللعبة more advanced وملغومة. تاني شي في عنا secret cards مع الستان تبعون. على كل كارد في grid squares 5x5 ملوانين بين أحمر عمل الفريق الأحمر وأزرق اللي هن عمل الفريق الأزرق، beige by standards، وأسود مع X اللي هو الأساسن. في كمان الagent cards بيجوا يا أزرق يا أحمر، بيستعملوا تيغطوا الكلمات يلي انحزرت مزبوط. والدبل ايجنت كارد بتروح للفريق يلي بيبلش الدق. البايستاندر كاردز لونهم بيج ومنغطي فيهم الكلمات اللي مش لحدا اذا انحزرت. والاساسن كارد لونها اسود وتستعمل اذا حدا حذر كلمة الاساسن. واخر شي عندكن التايمر، يستعمل بس وقت تحسوا انه حدا كتير طول تيعطي الجواب. اللعيبة من قسمه لفريقين، ريد تيم وبلو تيم. بكل فريق بيكون في شخص واحد عم بيحذر ومنسميه باللعبة السباي ماستر، وباقي الأشخاص يلي معه بالفريق بيقعدوا بيوجهوا منسميهم فيلد أوبرتيفز. الكلمات يلي بيمثلوا الكود نيمز تبع السيكرت ايجنتس بينحطوا راندملي قدامكن بشكل جريد 5x5، يعني 25 كلمة ان توتل لكل دق. السباي ماسترز تبع الفريقين بيقعدوا حد بعض وبيسحبوا سيكرت كارد بتدلهم على كلمات فريقهم، بيشكوها بالستان تبعها بحيلة طريقة. الأوبرتيفز ممنوع يشوفوا هيدا الكارد. الفريق يلي لونه على البوردرز تبع السيكرت كارد هو يلي ببلش وبيطلع له الدبل ايجنت كارد، وهيك بيكون معه 9 ايجنت كاردز ان توتل. تاني فريق ببلش معه بس 8. الفريق يلي بيربح هو الفريق يلي قادر السباي ماستر تبعه يحذره كل كلماته قبل الفريق التاني. بالدور سباي ماسترز بيحذروا فريقهم الكلمات اللي من لونهم. كيف؟ بدون يقولوا كلو مؤلف من كلمة واحدة بس مع رقم. الفكرة هي انه يلاقوا لينك او قاسم مشترك بيشمل اكبر عدد كلمات فريقهم على الجريد. السباي ماستر بيقول مثلا طبيعة 3، سو فريقه لازم يلاقي 3 كلمات من الموجودين على الجريد خصهم بالطبيعة. كتير هين للسباي ماستر يعطي كلو بيدل على كلمة واحدة بالجريد، بس الشطارة هو انه يجرب يطلع بكلو كتير قوي بيدل على اكبر عدد كلمات لفريقه، لأنه الهدف إنكم تحذروا كل كلمات فريقكم بسرعة. مثلا بدل ما يقول موجة واحد ويحذر فريقه كلمة بحر، فيه يقول طبيعة 3 ويحذر فريقه بحر وكلمتين زيادة كلهم براوند واحد. إذا الأوبرتيفز دلوا على كلمة من لونهم، سباي ماستر ساعتها بيحط عليها الأيجنت كارد يلي من لونه، والأوبرتيفز بيكفوا يحذروا. بس ماكسيموم بحق لهم يحذروا العدد يلي قال لهم يا السباي ماستر زائد واحد. إذا الكلمة كانت لتاني فريق، ساعتها السباي ماستر التاني بحط الايجنت كارد يلي من لونه عهيد الكلمة وبيصير الدور معهم. إذا الكلمة مش لحدا بينحط باي ستاندر كارد وبيصير كمان الدور عند الفريق التاني. إذا الكلمة كانت الاساسن وورد، دغري بينحط الاساسن عليها والفريق يلي حذرها بيخسر الدق. وهون السباي ماستر لازم دايما يكون بباله شو كلمة الأساسن طما يحذر كلو معقول فريقه يربطها بالأساسن. الفريق في يكون حذر كلمتين من قصة 3 ويقول باس، منا مشكلة لأنه كل ما يرجع الدور لعنده بحقله يحذر كلمة واحدة زيادة أكتر من النمبر اللي عطيه السباي ماستر، سو فيه يستعملها تا يحذر شي من الكلوز لقدام. مشان هيك كتير مهم نتذكر الكلوز يلي بيعطينا إياهن سباي ماستر. نوت صغيرة للسباي ماسترز، ممنوع الكلو يكون بارت من كلمة مكشوفة على الجريد، ولازم يكون له علاقة بمعنى الكلمات الموجودة. يعني ما فيكن تقولوا ب 2
ويكون قصدكن براد وبيت لأنهم بيبلشوا بحرف الباء، أو 3-2 ويكون قصدكن عيد وحيط لأنهم 3-letter words. رول كتير مهمة، السباي ماستر ممنوع يحكي شي غير one word clue والرقم تبعه. ممنوع يلمح أو يقول مثلا صعب كتير أو فكروا منيح يا جايز. ممنوع يعمل تعابير بوجهه، مجبور يكون بوكر فيس على الآخر. ما لازم كمان إذا فريقه عم بيقرب على الحل يمد إيده كأنه رح يسكر كلمة قبل ما يقول فريقه الجواب النهائي أو يدقر الكارد اللي على الجريد. بالنسبة للتايمر ما ضروري يبلش من أول ما حدا يستلم، فينصح استعماله وقت تحسه أنه حدا طول، إن كان سباي ماستر أو فيلد أوبرتيف. وهلأ صرتوا تعرفوا قوانين اللعبة، فيكن دايما تقروا الرولز بالرول بوك إذا عندكن شي بعبده توضيح. And now, get ready for the game.